ايه اكيد ترضينا، وهي نتيجة ديمقراطية، فيها كان مرشحين واكثر يمكن، وصار الانتخاب بطريقة ديمقراطية، وهالشيء بيرضيني بعد سنتين ونص من الفراغ الرئاسي. بهمنا كثير يكون عندنا رئيس جمهورية. ناطر اشياء كثير، تحسينات على كل الأصعدة الاقتصادية، سياسية، مالية. الوضع المالي عم بيقولوا لنا انه منه كثير بقى منيح. اي انتخابات؟ ما صار عنا انتخابات بلبنان، تزكيه عادي، نواب منهم شرعيين، انتخبوا واحد من 30 سنة هو وغيره عم ينصبوا البلد، عم يفسدوا. بالنسبة لإلي أنا البلد حيضلوا من سيء إلى أسوأ. I gave up على لبنان، والمشكلة إنه شو الشعب اللبناني عم عرفتي عم بهلل ومبسوط، مبسوطين بشو؟ ما نفس الأشخاص بعدهم موجودين بس عم ببدلوا مطارحهم بالفترة هذه. فخلص دوره، حيجي بعد جعجع، حيجي بعد فرنجية، حنضلنا هيك مدى العمر وبس يموتوا بجولاتهم. ان شاء الله يعني يكون شيء خير للبنان، يعني ان شاء الله نشتغل لشباب لبنان، عم نتعلم على الفاضي احسن ما نسافر ونكب كل كفاءتنا برا، خلونا نكبها شباب لبنان، يعني خليه يهتم بالقطاع الشباب قبل ما يهتم حيلا القطاع. مثل قلتها، انتخبوا رئيس ولا ما انتخبوا رئيس، البلد حيضلوا اعور. في عالم عم تحكمنا ما حيزبط حالنا، جابوا رئيس ولا ما جابوا رئيس؟ يعني جابوا رئيس شو حيعمل؟ شو حيعمل؟ حيظبط وضع البلد؟ حترخص البيوت؟ حترخص فيك تشتري شيء؟ فيك تفوت على التعاونية تجيبي شيء لبيتك؟ بدك 50 60 ألف، يعني رئيس الجمهورية حيدفع عنك؟ ما حيدفع عنك.